اوف انفورمين باك باكج واحد دايم كومبير برايس 18 13 10 اوكي 10000 مشكله اتوقع اني بحتاج عقب هذه الاثنين اتوقع بحتاجهم عقب اذا هم 10000 الحين not bad 20000 باكج واحد الفكرة ياس استخدم فيفا بوينتس بيزات يعني اني افتح باكجات كل باكج في 12 ايتم ثلاثة منهم رير وثلاثة منهم يكونوا هذا لعيبة على اساس مينيمم ثلاثة لعيبة الحين انت وحظك يطلع لك لاعب غالي ولا رخيص ولا هات تقدر تستخدمه حارس برتغالي هذا اوكي شك هذا ايه باتريسيو نايس عقب اشوف اذا انا استفيد منه بخليه فريقي اذا ما بستفيد منه اروح ابيعه شيء الفكرة يعني ها مثلا ب2000 مدري كم خله بستخدمه فقط الاستريم اوز الصوت الغنية عشان ما اشتري الكوبي رايت سترايك اها صار شيء في التويتش نفسه بس ما ادري وين تحصله بس ما هيك فرنسي ليفت باك منو اوكي صراحة يمكن ما استفيد منه حلو الوان بعد مال ال اي اي بليت مال اي اي ها ها ما اخترنا جربت اقول لك كم جيم اوف اخيرا وكوت ايوه برتغالي كيف تعال كم في اوه منوها روني اوف منوها اوف 88 متأخر عني نايس اوكي اتمنى ان فوق ال 100 بفتح لك الديسكورد عشان ما بيجيب لك لانه مطور بفتح لك عشان تشوف هذا هي على طول ها فتح ثاني دام اوكي الحظ ضرب اخيرا خلينا نشوف كم هو سعره كومبير برايس وات طالعكم اوه والله نايس نايس والله بداية حلوة الصراحة يا سلام بيع مرة تريح كنت العب بيس المهم هالفيفا اللون مثلث هيحسه قوي بعد اوكي منو هذا؟ فالبوينا صح؟ ما ادري شو اسمه حلو فرنسي اوه تلموني وسن كمبير 20 not bad هذا انا اشوف ابيع الحين تدري ليش لانه 83 يوم تنزل اللعبة وبعدين ما بيبلي سعر ما بيبلي شيء عقب اي دوري ها دوري الاسباني صح اسباني اوكي ما يبيع الحين يا ريال حطه 30 خلهم هم يضرب سبعة وعشرين محد يشتري 25 محد يشتري تعال صح فتبن موجود ناسي عننا لوكيشن جامد فت فت بال 19 20 ألف كم باقل لي أقل من 10 باكجات كم 8
يلا بوك اوت. ايوه الماني لا مستحيل نويا. اوكي خربوط لنا بوك اوت. الله كريم. اكيد بعشرة الاف شيء شيء. يب خلوا وياي احسن.